جولة أخبارية جديدة تأتيكم من أونلايف. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة المفصلة. وقعت اشتباكات بين قوات الاحتلال والمتظاهرين الفلسطينيين في عدد من المدن الفلسطينية، وذلك خلال فعاليات نصرة القدس التي دعت إليها القوى الوطنية رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. وهذه التظاهرات التي تأتي بعد يوم من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس. وقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بنتيجة التصويت الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأكد أبو الغيط أن التصويت يكشف عن حالة من الإجماع الدولي الكامل تأييدا للحق الفلسطيني، ويسهم في تثبيت هذا الحق على المستوى القانوني والأخلاقي، موضحا أن التصويت يبلور حالة العزلة التي وضعت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فيها. أما الأزهر الشريف فقد أعرب عن ترحيبه وإشادته بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الأزهر أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس له أثر قانوني، كما تعد هذه الإجراءات لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتكثيفا للجهود والتحركات من أجل تأييد الحق الفلسطيني، عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة مباحثات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس. تناولت المباحثات مجمل التطورات في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. وعقب المحادثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا أكد خلاله الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا حل دون الاتفاق بشأن القدس، مشددا على أنه ليس هناك بديل عن حل الدولتين. وبعد بضعة أيام من الحوار الذي جمعني مع الملك عبد الله الأردني، وبالطبع ملف السلام والعلاقات مع إسرائيل كانت في قلب حوارنا، وقلت للرئيس عباس أنني لست موافقا على قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، وأكدت على تمسكنا بالقانون الدولي وضرورة إعادة إطلاق عملية سياسية وضرورة إيجاد حل سلمي ومستديم لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهذا السلام لن يتحقق إلا عبر المفاوضات بين الطرفين. بدوره أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدور فرنسا وما قامت به إلى جانب الاتحاد الأوروبي خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة. أحب أن أقدم لكم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة وعيد ميلادكم الشخصي، وأقول لكم أهلا وسهلا بكم في فلسطين في عام 2018، وهذه زيارة ستكون شرفا كبيرا لنا أن تزورونا هناك لتطلعوا على الأحداث وعلى الأوضاع التي تجري هناك، لأنكم قمتم وتقومون دائما بأعمال كثيرة من شأنها دعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية وغيرها. وأكد الرئيس الفلسطيني أن الولايات المتحدة بقرارها الأخير لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لم تعد طرفا في عملية السلام في الشرق الأوسط. قرار الرئيس ترامب بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة إليها، فإن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام، ولن نقبل أي خطة منها بسبب انحيازها وخلقها للقانون الدولي.
ما قامت به الولايات المتحدة في هذا الموضوع بالذات جعلها هي تبعد نفسها عن الوساطة. ثم من يقدم هكذا مشروع بأن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل وينقل سفارته مخالفا لكل القرارات الدولية، لا أعتقد أنه قادر على أن يقدم حلا عادلا معقولا لقضية السلام في الشرق الأوسط. قال السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على حد قوله كاشفا في مداخلة مع أونلايف عن أن هناك توجها لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة. لأن أمريكا لم تعد طرفا صالحا ولم تعد وسيطا نزيها، وعليه يعني هناك توجه الآن لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية وتحت رعاية الأمم المتحدة. زيارة عباس إلى باريس تأتي عقب موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يرفض أي خطوات أحادية في القدس وأي تغيير في طابع المدينة المقدسة، ورغم التهديد الأمريكي لأن دول الأعضاء تمسكت بموقفها المناصر لحل دولتين وإعلان دولة الفلسطينية، والمزيد في هذا التقرير. العالم ليس للبيع، رسالة وجهتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى واشنطن التي ترى في نفسها قطبا وحيدا يدير العالم، ورب ضارة نافعة، فعلى الرغم من الإجحاف الذي حمله قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلا أنه كان شرارة حركت المياه الراكدة بشأن التطبيق الفعلي لحل الدولتين وحشد الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف، ومنها حق تقرير المصير وإعلان الدولة الفلسطينية. هكذا جاء الرد الدولي على القرار الأمريكي بشأن القدس، مصحوبا برفض أكثر من ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، موقف جاء متماشيا مع القرارات الدولية ومعايير حقوق الإنسان، بينما لم تمتلك الولايات المتحدة سوى التهديد والوعيد. مشروع القرار الذي مررته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يؤكد بطلان أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، مع إلغاء أي قرارات تصدر في هذا الجانب، كما يدعو مشروع القرار صراحة جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف ورفض كل الإجراءات السلبية التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين. بمنتهى الصلابة لم يرضخ المجتمع الدولي للتهديدات الأمريكية وعبر عن رفضه للسلوك الأمريكي بوصفه مدمرا لعملية السلام في الشرق الأوسط، ولا يعدو كونه عبثا بالإجماع الدولي. فهل تتراجع الولايات المتحدة عن هذا النهج الوحدي أم ستواصل سياساتها التدميرية التي ألحقتها بعبارات التهديد ليس فقط ضد الدول المؤيدة للحقوق الفلسطينية ولكن لمؤسسة الأمم المتحدة بكامل أجهزتها؟ للمزيد في هذا الشأن معي هاتفيا من القدس مشاهدي الكرام الكاتب والمحلل السياسي فضل طهبوب. سيد فضل أهلا بك. طيب التليفون غير جاهز. طيب أذهب مشاهدين الكرام إلى مدينة بيت لحمة بالأراضي المحتلة حيث تدور هذه المواجهات الآن على الهواء مباشرة. هذه هي الأوضاع، المواجهات أصبحت شكلا يوميا ونمطا من أسلوب الحياة في مدن القدس المحتلة. Thank you.
مشاهدينا الكرام، كما ذكرت لحضراتكم قبل لحظات، هذه اللقطات تأتيكم مباشرة من الأراضي المحتلة، تحديدا من مدينة بيت لحم، والحال هي نفس الحال في مختلف المدن في الأراضي المحتلة، مواجهات يومية مع قوات الاحتلال. وقد استشهد فلسطيني آخر منذ قليل، منذ دقائق، ليصل عدد الذين استشهدوا اليوم إلى شهيدين، رحم الله الشهداء وتغمدهم برحمته وجعل دماءهم ذخرا في سبيل تحرير هذه الأرض من سوء الاحتلال. في شأن آخر، أدرجت الحكومة البريطانية منظمتي حسم ولواء الثورة التابعتين لتنظيم الإخوان الإرهابية إلى قائمة المنظمات الإرهابية. وقالت الحكومة البريطانية إنها بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذها كل من حسم ولواء الثورة ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر وستعزز عملية الإدراج من قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية. مشاهدينا الكرام، النشرة ما زالت مستمرة وفيها بعد قليل. بوتين يعلن أن العسكريين الروس ساهموا بشكل حاسم في القضاء على الإرهاب في سوريا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. ودائما ما نجدد تحية لحضراتكم. قالت وزارة الخارجية الكازاخية أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في سوتشي بروسيا من 29 إلى 30 من يناير المقبل على مدار يومين. أوضحت الوزارة أن اجتماع سوتشي يعتمد وثيقة عمل لتبادل المعتقلين وإيصال المساعدات بين النظام السوري والمعارضة. هذا وأكد البيان الختامي لمباحثات أستانا 8 أن مناطق خفض التصعيد أدت إلى تحسين الوضع الإنساني. وأضاف وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف أن إيران وروسيا وتركيا تلتزم بوحدة الأراضي السورية. وخلال مؤتمر صحفي، اعتبر رئيس الوفد السوري في محادثات أستانا بشار الجعفري أن التواجد العسكري التركي والأمريكي على الأراضي السورية بمثابة عدوان على سيادة سوريا، مطالبا بسحب تلك الآليات العسكرية، واتهم تركيا برعاية الإرهاب في سوريا. موقفنا من تواجد القوات العسكرية التركية والأمريكية فوق أراضينا، واعتبرنا هذا التواجد عدوانا موصوفا، وطالبنا بخروج هذه القوات فورا ومن دون أي شرط من الأراضي السورية. إذن هذا هو الموقف السياسي. أنت كما تعرف وفدنا لا يدخل في أي حوار ثنائي مع الوفد التركي للأسباب التي يعرفها الجميع والتي أوضحناها لهم، وتتعلق أساسا كما تعرف بدعم الحكومة التركية للإرهاب في الأراضي السورية وتشريع الحدود المشتركة السورية التركية أمام الإرهاب العالمي الذي يكافحه العالم كله اليوم. إذن نحن لا يوجد حوار مباشر بيننا وبين الضامن التركي للمجموعات المسلحة الإرهابية، لكننا عبرنا عن هذه المشاغل بشكل واضح وجلي وبين لكل من الضامنين الروسي والإيراني، وهما أيضا حول هذه النقطة يتفهمان موقفنا بشكل أكاد أقول أنه بالمطلق. وأشار الجعفري إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على سوريا تفتقر للشرعية الدولية، معتبرا أنها قرارات قسرية أحادية الجانب. الإجراءات الاقتصادية القسرية أو حديث الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي ليست عقوبات، لأنها لم تفرض عن طريق مجلس الأمن الدولي، ولذلك هي إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب، وبالتالي فهي غير شرعية من ناحية أنظمة العمل وقوانين العمل وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. لا يوجد قرار صادر عن مجلس الأمن يفرض عقوبات على الجمهورية العربية السورية، وبالتالي
أي عقوبات أي إجراءات اقتصادية وحديث الجانب هي غير شرعية من ناحية المبدأ. من جانبها قالت المعارضة السورية إن قرار المشاركة في مؤتمر سوتشي ستتخذه بعد مشاورات، مع الإشارة إلى أنه ليس القرار بمفردها. وأوضحت المعارضة خلال مؤتمر صحفي أنها لا تريد اتخاذ قرار متعجل بشأن المشاركة في المؤتمر، مشددين على ترحيبهم بعقد مؤتمر سوتشي في حالة إن كانت مخرجاته داعمة لمفاوضات جنيف. ولمزيد من تسليط الضوء أكثر حول الأزمة السورية وتداعياتها، معنا هاتفيا من دمشق الدكتور إبراهيم زعير، أستاذ الإعلام بجامعة دمشق. مرحبا بك دكتور إبراهيم. يعني جنيف وأستانا وأخيرا سوتشي، وما زالت الأزمة السورية تراوح مكانها حسب قول بعض المحللين السياسيين، هل تتفق مع هذا الرأي أم أنها بعض الشيء تمضي قدما في اتجاه حل الأزمة السورية؟ يعني الوضع حقيقة ليس كما كان سابقا، الوضع أفضل بكثير مما كان قبل عام على الأقل، حتى قبل أشهر. يعني القضاء على تنظيم داعش كتنظيم يعني أعاد الوضع يعني إلى شيء من الارتياح نسبيا، ولكن هذا لا يعني أن هناك مجموعات إرهابية أخرى، ولا سيما جبهة النصرة ومن يلف لفها ويتحالف معها، سيما انها تجد الرعايه والحمايه والتحالف مع تركيا خاصه وبواسطتها والتعاون معها مع احتلال مدينه ادلب وغيرها من المناطق المجاوره. لذلك يعني هذه التعقيدات ما زالت قائمه حقيقه، وهذا ما يصعد كثيرا ولوث الحل السياسي وإعادة الاستقرار والأمن إلى جميع المناطق السورية. يعني أفهم من حديث الدكتور إبراهيم أن ما حدث من تطهير للأراضي السورية وبعض المدن السورية الهامة، بالإضافة أيضا إلى المناطق التي تم الاتفاق على أن تكون مناطق لخفض التصعيد، هو يعتبر إنجاز في حل الأزمة السورية. ننتقل معك إلى شأن آخر فيما يخص هذه الأزمة دكتور إبراهيم، وهو يعني الحوار القادم أو القمة التي سوف تعقد في سوتشي. هل تعتبر قمة سوتشي هي بديل لمحادثات أستانا أم أنها استكمال لمحادثات جنيف ومحادثات أستانا؟ يعني روسيا التي دعت إلى هذا المؤتمر ومن اتفق معها من رعي عملية السلام والحل السياسي في سوريا، عمليا متفقين جميعا بما فيها الجانب السوري، أن سوتشي هي خطوة متقدمة لخلق بيئة إيجابية لإنجاح مؤتمر جنيف وليس بديلا عندي، وكما علما بأننا لسنا على ثقة كاملة بمؤتمر جنيف، ثم سيما أن المعارضة التابعة للرياض للمملكة العربية السعودية حتى الآن تضع بعض الشروط التي مات معروفا انها لا يمكن ان تساعد على التقدم باتجاه الاتفاق حول الحل السياسي. لذلك يعني مؤتمر سوتشي يشكل عامل مهم جدا فيما اذا حقق النجاح المطلوب باتجاه نجاح مؤتمر جنيف. سيما ان جميع المعارضات الموجوده في الداخل تشارك في هذا المؤتمر. وهذا شيء ايجابي، ولا احد يقصد الاخر. يعني حتى منصة الرياض دعيت إلى هذا المؤتمر، ولكن حتى الآن على ما يبدو انها لن تشارك فيه لانها تعتقد انه بديل عن الجنيف. دكتور ابراهيم، يعني هي التي اخطت المعارضات الاخرى. يعني رئيس الوفد السوري في محادثات أستانا اشار الى ان التواجد العسكري يعني التركي والامريكي على الاراضي السوريه بمثابه عدوان على سياده الاراضي السوريه، ولكننا نرى بان المثلث التفاوضي سيكون فيما بين تركيا التي أشار إليها بشار الجعفري وأيضا إيران وروسيا. كيف تقرأ هذا المثلث التفاوضي؟ حقيقة نحن لا نثق بتركيا، وبالتالي تركيا منذ بداية الأحداث في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن كانت مساهم أساسي في ذبح السوريين وتدمير السوريين وترصد الثروات السوريه والصناعات السوريه من مدينه حلب كما هو معروف، ولكن بعد تحرير حلب تلقت ضربه قاسيه وارغمها على التحالف مع روسيا وايران
عمليا لكي تنقرض بما يسمى العملية السياسية. ولكن بما في نواياها أنا أعتقد أن نواياها ليست طيبة وليست نواياها للمحافظة على أي حل سياسي، سيما أنها دخلت في سوريا دون أي تشاور أو تنسيق مع الحكومة السورية، وهذا لم يعد ممكنا أصلا، سيما أنها منذ البداية كانت راعية أساسية للعمليات الإرهابية في سوريا ودخول الإرهابيين مطاردين كما معروف ليس جديدا. يعني من أساء للشعب السوري ربما تركيا كانت من أوائل الدول التي أساءت إلى سوريا للشعب السوري. لذلك هذا بطبيعة الحال، وليس هناك أي ضمانة في حالات حرجة وفي حالات انعطافية أن تغير موقفها، بما أنها عضو في حلف الناتو ولم تقطع علاقاتها كما تدعي أو تقف في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ربما هذا سيعقد الموقف أكثر فأكثر. ونحن بطبيعة الحال الوضع الميداني أصبح أفضل بكثير. وهذا يفرض مقولاته وعلى الجميع بطبيعة الحال. نحن لا نريد الحل السياسي ووضع حد للقتال، ولكن المجموعات التي ما زالت تحمل السلاح والتي هي إرهابية بطبيعة الحال، لأن لا دولة تؤمن أو توافق على وجود قوات تحمل السلاح وتحارب ضد الدولة في أي دولة في العالم. لذلك الشرط الأساسي أن يلقوا السلاح وينخرطوا في الحياة السياسية بغض النظر عن دكتور إبراهيم. ونأمل أيضا أن يكون هناك حلول من خلال المسارات السياسية وأن تؤتي ثمارها من خلال هذه القمة القادمة، قمة سوتشي. نشكر الدكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق، كان معنا من دمشق، نشكرك جزيل الشكر. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع موسع لوزارة الدفاع إن القوات النووية الروسية تتوفر وتوفر ردعا استراتيجيا يمكن الاعتماد عليه، إلا أنها تحتاج إلى المزيد من التطوير، مشيرا إلى أن العسكريين الروس أسهموا بشكل حاسم في القضاء على الإرهاب في سوريا. من جانبه أضاف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن 48 ألف جندي روسي شاركوا في العمليات في سوريا. استبعد المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي بريت ماك جورك سحب روسيا لجميع قواتها من سوريا، وقال في مؤتمر صحفي أنه يرجح أن تحتفظ روسيا بوجود كبير في سوريا، على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحاب جزئي لقواته. وأشار ماك جورك إلى أن الولايات المتحدة ستبقى في سوريا حتى التأكد من تحقيق هزيمة داعش وتحقيق الاستقرار. أعلنت أستراليا وقف حملة الضربات الجوية التي تنفذها منذ 3 سنوات في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي. وقررت كامبرا إعادة مقاتلتها إثر مشاورات أجرتها مع شركائها في التحالف الدولي الذي نفذت في إطاره أكثر من 2700 طلعة جوية. واتخذت أستراليا قرارها بعد انهيار داعش في الأراضي التي سيطر عليها، لا سيما مع خسارته معقليه الرئيسين الموصل والعراق، كذلك الرقة في سوريا. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله في وضع خطوات محددة لتحسين العلاقات بين موسكو ولندن، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني باريس جونسون شدد لافروف على ضرورة زيادة التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة السورية والاتفاق النووي الإيراني والأزمة في بيونغ يانغ. استبعد رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي اليوم دعوة لانتخابات عامة بعد فوز الانفصاليين في انتخابات إقليم كاتالونيا. وقال راخوي في مؤتمر صحفي إنه سيسعى لإجراء محادثات مع حكومة كاتالونيا الجديدة. وبيّنت النتائج الأولية لانتخابات برلمان الإقليم أن الأحزاب الانفصالية بصدد الحصول على 71 مقعدا في البرلمان من إجمالي 135. وقال زعيم كاتالونيا المقال كارلس بوتشيمون إن الأغلبية المطلقة التي فاز بها تمثل انتصارا للجمهورية الكاتالونية على الدولة الإسبانية. في المقابل أعلنت رئيسة حزب سيوداد ناس المناهض لاستقلال كاتالونيا أن المعارضين للانفصال عن إسبانيا أثبتوا أنهم أكبر عددا، محذرة بأنه لن يكون بوسع الانفصاليين التحدث باسم كاتالونيا بكاملها بعد تلك الانتخابات.
للمزيد في هذا الشأن معي عبر الهاتف من مدريد الكاتب والمحلل السياسي عدنان الأيوبي. سيد عدنان، أهلا بحضرتك. ويعني نتائج الحقيقة بنسبة كبيرة تميل إلى الانفصاليين، وبالتالي ربما تتعزز فكرة الانفصال أكثر في الإقليم، لكن تزال الدولة الإسبانية عند موقفها بأن هذا لا يمثل الكثير، رغم أنه لو كان فاز المعسكر الآخر ربما كانت الأمور لتتغير تماما في التصريحات. يعني كيف سيمر هذا الموقف الآن؟ يعني نتائج الانتخابات المحلية لإقليم كاتالونيا كانت تقريبا بالتعادل، رغم أن القوميين الكاتالان حصلوا على حوالي 70 مقعدا من مجموع 135، ولكن هذا لا يعني بأن هناك لا يوجد تعادل. النتيجة الرئيسية هو انقسام المجتمع في إقليم كاتالونيا شمال شرق إسبانيا، بين مؤيدين لإعلان الجمهورية والاستقلال عن الدولة الإسبانية من جهة، وبين من يريدون البقاء في الدولة المركزية الإسبانية من جهة أخرى. على أي حال، الوضع في أتوقع بأن هذا سيعزز فعلا موقف من يطالبون بالانفصال أكثر مما يطالبون بالبقاء، ولكن هذا على مدى بعيد. دعني أقول لحضرتك شيئا، يعني آفة الديمقراطية هي 50+1. يعني نعم هم منقسمون، لكن يبدو أنه المزيد الأكثر ولو وإن كان بقليلا هم في صالح الانفصاليين، من يريدون الانفصال، أي أنه إذا حدث الآن تصويت، لو حدث استفتاء، ربما تتكرر المشكلة وربما يكون الموقف حرجا من الناحية السياسية. بالطبع ممكن، ولكن على أي حال النتائج التي شاهدناها من شهر أكتوبر الماضي حتى الآن بالنسبة للاقتصاد والسياحة والقضايا الاجتماعية كانت نتائج جدا سلبية بالنسبة لإقليم كاتالونيا وبالتالي لدولة الإسبانية بشكل عام. يعني انسحاب حوالي 2000 شركة من إقليم كاتالونيا، وأيضا انخفاض نسبة السياحة هناك، وعدم استيراد أو عدم استهلاك المواد المصنعة في إقليم كاتالونيا من قبل بقية الإسبان في كثير من الأحيان، كل هذه لها نتائج سلبية. يعني الأشياء النظرية شيء وجميلة والأعداد والأرقام، ولكن عندما الشعب الكاتالاني يشعر بالنتائج العكسية والسلبية لما سيحل به من الخروج، طرده من الاتحاد الأوروبي أولا، وأيضا الخسارات الاقتصادية والمالية التي ستؤثر عليه وستنعكس عليه، كل هذه الأمور ممكن أن تعرقل حتى لو تم الاستفتاء. لن يتم الاستفتاء لأنه غير شرعي كما تم سابقا. على أي حال، هو كان درس، هذا مهم كثير، في الغرب يعلمونه جيدا، في الغرب يتعلمون من أخطائهم ولا يكررونها. فأتوقع بأن الجانبين، الحكومة المركزية وأنصارها من جهة والقوميين الانفصاليين من جهة أخرى، تعلموا كثيرا من الأشهر الأخيرة، وفعلا هم يتعلمون الكثير. نعم، يعني ربما تكون هذه المسألة التعليمية في صالح إدماج الكاتالونيين أكثر في العموم الأسباني، وربما أيضا إعطاء بعض ميزات تفضيلية لهم. هل يجوز ذلك؟ طبعا هم يعني إقليم كاتالونيا هو من أقوى الأقاليم الصناعية والاقتصادية إلى آخره، ولكن هناك نوع من الأنانية، لأن مبدأ التعاضد بين الأقاليم الإسبانية الذاتية هو يجب أن يبرهن على أرض الواقع وليس على الورق. يعني الكاتالان مثلا لديهم كل الصلاحيات الثقافية والسياحية والعدل وكثير من الصلاحيات باستثناء الحدود الخارجية والجيش والسفارات إلى آخره. يعني هذا ما يوفر على إن قامت الدولة الكاتالانية، يوفر عليهم هذه المصاريف، مصاريف السفارات والجيش إلى آخره. لديهم القوى والأمن الداخلية، لديهم صلاحيات في السياحة، في التمدين، في القضايا الثقافية، في الاجتماعية، في التلفزيون، الناطق باللغة الكتالونية، كل هذه الأمور لديهم. يعني أتوقع حتى إقامة جمهورية كتالونية في المستقبل القريب أو المتوسط يستحيل، لأن إسبانيا تقف ضد، وأوروبا تقف ضد، والمجتمع الدولي يقف ضد. وعلى أي حال، أريد أن ننوه لشيء، أن الحزب الكتالاني الأكبر الذي يطالب بالاستقلال عن إسبانيا هو الصديق المعزز بالنسبة لحزب العمل ولدولة إسرائيل. نعم.
شكرا لوجودك معنا عدنان الأيوبي الكاتب والمحلل السياسي، وحدثني من مدريد العاصمة الإسبانية. وفي اليمن تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على موقع استراتيجي مهم بمحافظة الجوفة، وأوضحت مصادر عسكرية أن القوات تمكنت من السيطرة بشكل كامل على منطقة لاجاشر شمال شرقي المحافظة بعد معارك عنيفة خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثية. وأضافت المصادر أن الفرق الهندسية التابعة للجيش تعمل على نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات خلال فترة سيطرتها على المنطقة. وما تزال ليبيا عالقة في أزمة انتقالية بلا حل قابل للاستمرار في المدى المنظور، ومع انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات واستمرار الانقسامات العميقة بين أطراف النزاع، تبقى الجهود الإقليمية والدولية مستمرة في محاولة لتسوية الأزمة بما يتناسب ووحدة الشعب الليبي وحماية مقدراته. محادثة السلام في ليبيا لا تنفك أن ترعاها جهود عربية ودولية عدة، وجزء من تلك الجهود تمثل في زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون أوفلودريا إلى ليبيا في طرابلس وبنغازي لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا والجهود الدولية الساعية لتنفيذ الخطة الأممية للحل في البلاد، بالإضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية. الملف السياسي كان على رأس طاولة الحوار بين وزير الخارجية الفرنسي وكل من رئيس حكومة الوفاق الوطني فاز السراج والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، حيث ركز خلال محادثاته مع الأطراف المختلفة على ضرورة تطبيق خطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة في سبتمبر الماضي واحترام عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، مشيرا إلى إبلاغ بلاده لزعماء الفصائل المتناحرة في ليبيا بأنه لا بديل عن محادثة السلام لإرساء الاستقرار في البلاد، والتي يعد الخطوة الأولى لتحقيقها هو إجراء انتخابات في عام 2018. نقلت الرئيس الوزراء فهيز السراج دعم فرنسا للخطوات التي اتخذها ممثل الأمانة العامة للأمم المتحدة غسان سلامة من أجل وضع العملية المؤسسية في مجراها والتي تحدثت عنها للتو، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في الربيع وإقامة حوار وطني سلفا، وهو ما سيعد خطوة هامة قبل إجراء الانتخابات. ولا شك أن التوصل إلى اتفاق سياسي سيساعد على حل أزمة آلاف المهاجرين بشكل غير مشروع والعالقين في مراكز احتجاز في ليبيا، وهو الأمر الذي لم يغفل لودريان عن مناقشته مع الأطراف الليبية باعتبار ملف الهجرة غير الشرعية ذا أولوية بالنسبة للحكومة الفرنسية التي تعزز تعاونها مع الحكومة الليبية بشكل دائم في مجال الاستخبارات لحل تلك الأزمة. ودعما لجهود مواجهة أزمة الهجرة في ليبيا، أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة لاستقبال 10,000 لاجئ بحلول العام 2019. مشاهدينا الكرام، هذه النشرة ما يزال فيها المزيد، ولكن بعد الفاصل. الرئيس السيسي يفتتح غدا عدد من المشروعات التنموية بالإسماعيلية. من جديد أهلا بحضراتكم، أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. وفي سياق النشرة وللأخبار المحلية، يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسماعيلية، وتتضمن المشروعات التي يفتتحها الرئيس مشروع الكباري المائية عبر المجرى الملاحي لقناة السويس والمرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكية، إضافة إلى تفقد مشروع الأنفاق أسفل القناة. أكد محافظ الإسماعيلية لواء ياسين طاهر أن المحافظة ستتحول إلى عاصمة اقتصادية لمصر خلال العامين المقبلين بعد انتهاء مشروعات التنمية الكبرى، وأضاف أن هناك العديد من المشروعات التي سيفتتحها غدا الرئيس السيسي، كما سيتفقد عددا من المشروعات الكبرى. أهم ما سيفتتح بكرة أن احنا كان عندنا قضية أساسية هي قضية عملية التواصل ما بين شطري المحافظة. احنا عندنا المحافظة بتاعتنا تعتبر جزء منها في الشرق وجزء في الغرب، فكان في عندنا حالة من حالات المعاناة ما بين التواصل بين الجزئين. بكرة بإذن الله الرئيس هيفتتح 2 كوبري عائم، كوبري في منطقة نمرة 6 داخل مدينة الإسماعيلية، وده بيصل مباشرة
مباشرة لمدينة الإسماعيلية الجديدة. الكوبري الثاني إن شاء الله هيوصل ما بين الأمطار غرب والأمطار شرق. من جهته أكد سكرتير عام محافظة الإسماعيلية محمد عبد السلام انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بزيارة الرئيس السيسي للمحافظة. النهاردة احنا يمكن حطينا امبارح انتهينا من وضع اللمسات النهائية على خط سير الزيارة من حيث النظافة والتجميل والتشجير ودهان الأعمدة. الحمد لله يمكن زي سيادتك ما شايفه ان خط السير النهارده يمكن ما فيهوش عماله من عندنا لان احنا كده خلصنا كل الترتيبات المطلوبه امس في انتظار زياره فخامه السيد الرئيس باكر ان شاء الله. أشاد رئيس الأركان محمد فريد بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهرية لطلاب الكلية الحربية وخلال تفقده مراحل الإعداد المهري والبدني لطلاب الكلية فجر اليوم. اعتبر فريد أن برامج التدريب أحد الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل القوات المسلحة. هذا وشملت جولة رئيس الأركان للكلية الحربية تفقد الأجنحة التخصصية للمشاة والمدرعات، حيث استمع إلى عرض المواصفات الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات التي يتم تدريب الطلاب عليها. كما شاهد رئيس الأركان بيانا عمليا نفذه طلاب جناح المشاة للتدريب على المهارات الميدانية والتكتيكات في نقاط التأمين الثابتة والكمائن. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي بدأ تجارب تشغيل نهائية لوحدتي المعالجة الثلاثية بمحطتي معالجة صرف صحي كيما 1 و2 بمحافظة أسوان، وذلك استعدادا لدخولهما الخدمة مع نهاية الشهر الجاري. وبهذا المشروع يتم الوفاء بالالتزام الذي تم إعلانه أمام رئيس الجمهورية ومواطني المحافظة لإنهاء مشكلة صرف المياه الملوثة بالنيل في أسوان. كما استعرض مشروعات المرافق التي يتم تنفيذها بالمحافظة، حيث تم تشغيل توسعات محطة مياه جبل شيشة والتي ستساعد في زيادة المياه التي يتم ضخها بشبكات مدينة أسوان وقرى أبو الريش والأعقاب. نظم حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع حملة علشان تبنيها قوافل طبية وغذائية بمحافظة شرقية. وقال أمين الحزب بالمحافظة عبد العزيز الصافي إن القوافل تشمل مختلف التخصصات فضلا عن صرف العلاج بالمجان للمواطنين، مشيرا إلى توفير سيارات مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وهو ما لاقى ترحابا كبيرا بينهم. أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي ضرورة تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص ليشارك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوطن العربي. وفي كلمته خلال افتتاح ملتقى تمويل التجارة الإفريقية بدبي، دعا الأمين العام لاتحاد الغرف العربية منظمات وبنوك التنمية في إفريقيا لتعزيز الاستثمار والتجارة مع الاتحاد. كما دعا حنفي إلى تكثيف الجهود للحد من انعكاسات الأزمات على الاقتصاديات العربية. وضع محافظ بورسعيد عادل الغضبان كليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء لمناسبة الاحتفال بذكرى 61 لانتصارات دحر العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 والعيد القومي للمحافظة. رافق المحافظ فعاليات وضع إكليل الزهور كل من مدير الأمن أمجد عبد الفتاح والمستشار العسكري للمحافظة محمد حجازي، هذا إضافة إلى لفيف من قيادات المحافظة. وقد أعرب الغضبان عن فخره ببسالة وأهالي بورسعيد وتضحياتهم من أجل مصر، مؤكدا أن ذلك اليوم سوف يظل خالدا في عقول ووجدان المصريين. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قبيل أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة بين مصر ودول التجمع. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها قبيل بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام فعاليات قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية الميركسور والتي عقدت بالعاصمة البرازيلية، حيث أكد أهمية تكثيف جهود كافة دول التجمع لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الحرة، لافتا إلى أهمية الاستجابة للطلب المصري بشأن تعديل بعض القوائم السلعية للمنتجات المصرية المتداولة في إطار الاتفاقية لتسيير وتحقيق التوازن
للتجارة البينية بين الجانبين. تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 5 من مرتكبي وقعة التعدي على طالب جامعي داخل محل لتقديم خدمة الانترنت بمحافظة الجيزة. وقال بيان للداخلية أن عملية إلقاء القبض على المطلوبين وجميعهم ينتمون لرابطة وايت نايتس تمت في إطار الجهود المكثفة بين أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام، مشيرا إلى أنه جار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين. سعيا للحفاظ على التراث الإسلامي والعربي، قام شاب وفتاة بتصنيع زخارف إسلامية ذات طابع حديث تستخدم كديكور في المنازل. المزيد عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي، تابعوا. احنا الفكرة اساسا هي احياء التراث الإسلامي العربي العثماني والأندلسي، والفكرة دي جت لنا نتيجة ان احنا كنا لقينا بعض الاقبال واقبال ملحوظ في السوق المحلي والخارجي على الزخارف الإسلامية. شمو آرت هو المشروع الذي قام به خريج كلية إدارة الأعمال بأكاديمية السادات أحمد عشماوي وأخته، حيث شكلا وصنعا مختلف الصواني والجداريات التي تحمل النقوش الإسلامية والطابع الحديث في نفس الوقت، وذلك لاستخدامها كديكور في المنازل والمطاعم والفنادق. المنتجات اللي احنا عاملينها عبارة عن رسم على الصواني، الصواني دي يا إما تكون ايرون او ألمنيوم او صاج، والرسم على الخشب او التوال، والرسم على السيراميك، والرسم بتاعنا بيكون عبارة عن موتيفات وزخارف إسلامية، وبالنسبة للرسم على التوال والخشب بتكون بعض الآيات القرآنية يعني اللي بتعكس الطابع والروح الإسلامي. ويستغرق الثنائي فترة من 3 إلى 5 أيام لتنفيذ المنتج. بالنسبة لطريقة وأدوات التنفيذ، احنا أول حاجة بنختارها اختيار المنتج نفسه إذا كان على الخشب أو الصواني أو الماتيريال إيه بتكون، وبالتالي بنبتدي نختار الديزاين أو الرسمة نفسها ونبتدي نرسمها، وبعد كده بنبتدي ننقلها على الصينية مثلا كمثال أحد المنتجات، يعني بنبتدي ننقلها على الصينية، وبعد كده بيخش التلوين. عملية التلوين أو مرحلة التلوين بتخش بقى على حسب اختيار الألوان إيه، إذا كانت أكليريك أو زيت أو مية أو جواش، على حسب طبعا المنتجات أو الماتيريال بمعنى أصح اللي احنا هنرسم عليه. ويعد المشروع هو جزء من مبادرة هنصنع ونصدر المصرية لتوفير فرص عمل وتصدير منتجات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الخارج. احنا بندور على كل فنان ومبدع ومتقن في المنتجات بتاعته علشان نقدر نعرفها للأسواق الخارجية، وبنحاول نساعده ان احنا نصدر منتجه للجاليات العربية والمتواجدة على مستوى العالم، سواء في دول افريقيا او اوروبا او الدول العربية. ولا يتوقف حلم الثنائي عند المشاركة في مؤتمر الصناعات اليدوية الاخير ونيل الاشادة من الجمهور المحلي والدولي، بل يحلمون ايضا بتصدير منتجاتهم للخارج. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه النشرة، ولكن لن يتبقى الا التذكرة باهم العناوين. قوات الاحتلال تفرض حصارا امنيا على القدس والمدن الفلسطينية وتقتل احد المتظاهرين قرب حدود قطاع غزة. وعباس يؤكد من باريس ان الولايات المتحدة لم تعد طرفا نزيها في عملية السلام في الشرق الاوسط. الخارجية الكازاخية تعلن احتضان سوتشي لمؤتمر الحوار السوري أواخر يناير، ووفد المعارضة يدرس المشاركة. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس كل ساعة في أمان الله.